بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الفرقة الثانية، السلام عليكم ورحمة الله. معكم الدكتور أحمد رمزي. إن شاء الله هنشتغل مع بعض مادة Studies in Insurance and Statistics، أي دراسات تأمينية وإحصائية بلغة. طبعا حضراتكم المادة دي مكونة من جزئين، الجزء الأول خاص بStatistics، الجزء الأول خاص ب أو الجزء الإحصائي، وده إن شاء الله هنشتغله مع بعض. أما بالنسبة للجزء الثاني وهو جزء الإنشورانس المتعلق بالتأمين، ده إن شاء الله هتبدأوا تاخدوه مع الدكتورة نهى، بس بعد إحنا ما نخلص الجزء بتاعنا، هي هتكمل بعدينا إن شاء الله. وبالنسبة ليا أنا بس حابب أقول يعني حاجة في البداية قبل ما ننسى، إن شاء الله هيكون في كويز في المحاضرة الرابعة، يعني تاني لقاء لينا إن شاء الله هيكون في امتحان أعمال سنة، والامتحان ده هيكون عليه 20 درجة إن شاء الله. حابب أقول لك في البداية عشان حضرتك تبدأ تركز وتبدأ تذاكر في الأول، دي أول نقطة. النقطة التانية، أنا حابب أقول لك نصيحة في الأول، حاول تركز كويس جدا في جزء الإحصاء، لأن أنت ممكن تجمع أو أنت تقدر تجمع درجات فيه بسهولة جدا، وده طبعا بالمقارنة بجزء التأمين، لأن جزء التأمين دسم شوية ومحتاج شغل كتير، لكن جزء الإحصاء أعتقد أنت عندك خلفية كويسة عن الإحصاء في الترم الأول، فبالتالي أنت هتمشي فيها كويس جدا، وإحنا كمان هنركز على المفاهيم العلمية، فأكيد أنت هتبقى كويس فيها وهتقدر تجمع فيها درجات أكتر من جزء التأمين. وأحب أفكر حضرتك بحاجة، زي ما قلت لك إن مادة الإحصاء هي مادة فهم مش حفظ. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الموضوع مش قانون وطبق عليه بمثال وخلاص، لا، الموضوع مش كده خالص، الموضوع أكبر وأعمق من كده بكتير. يعني أنا عايز تركيزك الأول والأخير يكون على الفهم. وأنا برضو حابب أوصل لحضرتك رسالة، إن أنا مش عايزك تقلق خالص من المادة، لأن المادة تعتبر سهلة وبسيطة لو أنت ركزت فيها. وأي سؤال في المحاضرة أنت مش فاهمه، حضرتك فيه اسأل فيه مرة واثنين وثلاثة ومية، أنا ما عنديش مشكلة خالص في النقطة دي، ممكن نضيع المحاضرة في حاجة أنت، بس أهم حاجة تكون أنت فاهم اللي إحنا بنقوله كويس. لأن زي ما قلت لحضرتك، أنا الامتحان أنا بحب أجيب فيه حاجات كلها فهم، مفيش حاجة حفظ فيه خالص، فأنت لازم تكون مركز على النقطة دي. المادة اسمها زي ما قلنا دراسات تأمينية وإحصائية بلغة. كلمة بلغة هنا يا جماعة معناها إيه عشان نفهم؟ إن طبعا عشان أقول لك دي معناها إيه، حضرتك لازم تكون فاهم إن من أهم أهداف المادة دي إن أنت تتعرف على المفاهيم العلمية باللغة العربية. بمعنى إيه؟ بمعنى ان انت كل المواد العلميه اللي حضرتك بتدرسها بتدرسها باللغه الانجليزيه، بس في الحقيقه احنا بنلاقي مشكله في ان الطالب بيكون عارف المصطلحات باللغه الانجليزيه كويس جدا، بس للاسف ما يعرفش المقابل ليها بالعربي ايه. فمن ضمن اهداف الماده انها بتعالج النقطه ديت. وطبعا انا ممكن اجيب لك في الامتحان سؤال او اكتر باللغه العربيه، مفيش مشكله في النقطه دي خالص، فلازم حضرتك تكون مركز وفاهم. انت لو مركز وفاهم مش هيبقى عندك اي مشكله خالص. طبعا لو بدانا نتكلم عن الماده، انت اخدت مع الدكتور عبد الله فيرست كورس ان ستاتستكس، يعني اخدت في الاحصاء موضوعات مهمة في الأول، أخدت طبعا Introduction to Statistics أو مقدمة في علم الإحصاء، وأخدت فيها Some Basic Topics أو بعض الموضوعات المهمة. أكيد الدكتور عبد الله فهمك يعني إيه كلمة إحصاء، This word، الكلمة دي What does it mean، بتعني إيه عندنا في علم الإحصاء، واتكلم على أقسام ومداخل علم الإحصاء، وسام بيزك كونسبت، بعض المفاهيم العلميه اكيد اخذتها، اللي هي زي البارامتر، استاتستيك، سامبل، استاتستيكال انفرنس، الحاجات دي اعتقد ان انت ملم بيها.
بالإضافة إلى scale of measurement و types of variables و presentation of data، إزاي تقدر تعرض البيانات سواء عرض جدولي أو graphical presentation، عرض بياني. وطبعا تطرقت أيضا إلى measures of central tendency اللي هي مقاييس النزعة المركزية بمفاهيمها بأدواتها المختلفة، والميجر اوف ديسبيرجن اللي هي مقاييس التشتت برضه بأدواتها المختلفة بمفاهيمها العلمية. وطبعا أكيد أخدت الميجر اوف سكيونس اند كورتوزيس، مقاييس الالتواء والاعتدال، والنورمال ديستريبيوشن اند هاو تو ترانسفورم فروم نورمال ديستريبيوشن تو ستاندرد نورمال ديستريبيوشن اند واي وي ترانسفورم. أكيد أخدته ليه إحنا بنحول التوزيع الطبيعي إلى توزيع طبيعي معياري، وكيفية التحويل أخدته الكلام ده كله. أعتقد إن الدكتور عبد الله يعني النقاط دي كلها إدها لكم. طيب بالنسبة لينا إحنا، أو بالنسبة للموضوعات اللي إحنا هناخدها إن شاء الله، أنا بس قبل ما أتكلم في الموضوعات اللي إحنا هنبدأ نتعامل معاها، أول حاجة حابب إن أنت حضرتك تعرفها، ودي نقطة في غاية الأهمية، إن الإحصاء بفروعها المختلفة والمتنوعة هي عبارة عن قصة واحدة فقط، one story. يبقى الإحصاء كلها قصة واحدة، زي ما يكون حد كده بيحكي لك حكاية. ممكن واحد يبدأ يحكي الحكاية من A to Z، يحكي الحكاية بمنتهى التفصيل، مفيش مشكلة. واحد تاني ياخدها لك من النص، واحد تاني يختصر لك الموضوع، بس في الأول وفي الآخر هو بيحكي موضوع واحد أو قصة واحدة أو حكاية واحدة. هي دي بالظبط الإحصاء يا جماعة، الإحصاء قصة واحدة فقط. أنا طبعا حابب أقول لك الكلام ده تمام علشان حضرتك إن شاء الله هنبدأ الأول إن إحنا هنبدأ نعمل ريفيجن، مراجعة عامة على الأساسيات اللي أنتوا أخدتوها. بس المراجعة دي أنا هعملها بطريقتي أنا، وزي ما قلت لك وبكرر، التركيز يا جماعة على الفهم، الموضوع مش مسألة بحلها وخلاص، لا، ده إحنا إن شاء الله هنركز مع بعض على المفاهيم العلمية. يعني إيه measure of central tendency؟ يعني إيه measure of dispersion؟ يعني إيه skewness؟ يعني إيه كورتوزيس؟ الحاجات دي معناها إيه؟ أفهمها إزاي؟ أطبقها إزاي في حياتي؟ أستفاد منها في حياتي العملية إزاي؟ أو خليني أسألك سؤال، أنت طبعا درست في الترم الأول زي ما قلت لك بعض أو مقدمة عن علم الإحصاء. طب أنا هسألك، إيه أهمية الإحصاء في حياتك؟ أنت تقدر تستفاد بالإحصاء إزاي في حياتك العلمية دي، أو في حياتك العملية، بلاش العلمية، في حياتك العملية، يومك ده لما بيعدي عليك إزاي تحس بوجود الإحصاء فيه؟ طبعا كل الادوات اللي انتوا اخدتوها دي بتستخدم في عمليه وصف للفاريابلز، او وصف للمتغيرات او الظواهر اللي احنا موجودين فيها. بس ازاي نقدر نستخدم الادوات دي، وايه التوقيت المناسب اللي احنا نستخدمه، وهل في ظاهره تصلح ليها اداه وما تصلحش ليها الاداه التانيه؟ كل الحاجات دي مهمه، ولازم تعرف ايه اهميه الاحصاء في حياتك دي. ده كلام احنا هنبدأ نشتغل معاه او نعتمد او نركز فيه ان شاء الله. بعد ان شاء الله ما نخلص الاساسيات اللي انا قلت لحضراتكم عليها ديت، وزي ما قلت كل اداة هناخدها معناها ايه باللغة الانجليزية، انت درست ادوات كتير باللغة الانجليزية، طب معناها ايه بالعربي، مفهومها العلمي معناها ايه، ده كلام مهم. بعد كده ان شاء الله هنبدأ ندخل على الاسوسيشن، سواء كان correlations أو regression. هنبدأ ناخد إما ممكن simple linear regression and multiple linear regression، بالإضافة إلى person correlation, Spearman correlation, Kendall correlation. الحاجات دي هنبدأ إن شاء الله نتطرق إليها وناخدها بالتفصيل بإذن الله. بعد كده هندخل على الاستيميشن، على التقدير. وإحنا لما أجي أتكلم على كلمة تقدير معناها ان انا ممكن استخدم الكونفيدنس انترفال، فترات الثقه، او الهايبوزيس تيستينج، او اختبارات الفروض الاحصائيه. برضو هنتطرق للاجزاء دي، وممكن احنا نجيب فترات الثقه او اختبارات الفروض
سواء لمتوسط او متوسطين، او الفرق بين متوسط او متوسطين، او الفرق او النسبه او الفرق بين نسبتين. بعد ما نخلص ان شاء الله الاستيميشن هنبدا ندخل على حاجه مهمه جدا. احنا في الحقيقه بنقول ان احنا عندنا تو واي، طريقين. طريق اسمه البارامتريك تيست. قبل ما ادخل على البارامتريك تيست دي يا اساتذه، هنبدا ندخل على حاجه اسمها المومنتس، اللي هي العزوم. العزوم سواء كان سنترال مومنتس، العزوم المركزيه، او النون سنترال مومنتس، اللي هي العزوم اللامركزيه، او اباوت زيرو، حوالين الصفر. احنا عندنا نوعين، او نقول كده ثلاث انواع من العزوم. ممكن نجيب عزوم بنسميها سنترال مومنتس، اللي هي العزوم المركزيه، اللي هي اباوت زمين، حوالين الوسط الحسابي. وفي العزوم الصفريه، حوالين نقطه الاصل. ايضا ممكن نجيب العزوم about any constant، حوالين اي ثابت. وطبعا هنشوف انواع العزوم وعدد العزوم قد ايه، والعزوم دي بتستخدم في ايه، اللي هي المومنتس دي ازاي احنا نقدر نستخدمها. بعد كده زي ما قلت لحضرتك هنبدا ندخل على parametric test، اللي هي الاختبارات المعلميه، and non parametric test، والاختبارات اللامعلميه. احنا قلنا في طريقين. الطريق الاول اللي احنا ممكن نمشي فيه، اللي هو البارامتريك تيست، اللي هي الاختبارات المعلميه، امتى نستخدمها وايه الشروط عشان نبدا نستخدمها. والحاجه الثانيه اللي هي النون بارامتريك تيست، اللي هي الاختبارات اللامعلميه. طب انا امتى استخدم الاختبارات اللامعلميه؟ وبعد كده ان شاء الله هندخل فيه ان احنا عايزين، او خلي الجزء ده لو الوقت ما سعفناش خليه دلوقتي مش مشكلة. بس في نهاية الكورس يا جماعة أنا حابب أقول إن إحنا قلنا أو هنقول إن شاء الله في المنهج إن إحنا هنستخدم الإحصاء، والإحصاء بتستخدم في جميع المجالات. في مفيش بحث علمي في الدنيا يخلو من علم الإحصاء. إحنا هننقي مجال من ضمن المجالات اللي موجودة عندنا دي، وإن شاء الله نطبق فيها علم الإحصاء، نشوف علم الإحصاء بيتطبق في المجال ده إزاي. هنبدأ ناخد تطبيق عملي من الحياة العملية على إزاي نطبق علم الإحصاء في المجال دوت. يعني أنا بس اختصرت لكم الحاجات اللي إحنا هنبدأ ناخدها. إن شاء الله هيبقى معادنا الأسبوع اللي جاي، هنبدأ أول درس بإذن الله في المادة. وإن شاء الله أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.